أمام الشعب بالكل في المادة القانونية كاينة حاجة اسمها لوتوريتي بارونتال. صح. القاضي في أوروبا ولا أمريكا ولا في كل الدول، حتى في الإسلام، حتى في الشريعة الإسلامية كاينة لوتوريتي بارونتال. لوتوريتي بارونتال هل سيكزارس على من؟ على الأطفال القصر. صحيح. دركا كي نجي أنا نلحق على مجموعة أطفال القصر بحكم الظروف اللي عاشوها الأطفال القصر، لقيت عندهم عاهات بسيكولوجية صعبة، نتاخذ الإجراءات اللازمة ونتعامل معهم بطريقة اللي تخليني نقضي يعني على الخلفية تاع الظروف اللي عاشوها ونبني منهم أفراد صالحين. دونك استاذير باش نقول لك أنا دولة القانون وش هي. اتونسيون، القانون يا جماعة خشين قوي بصح رحيم، يعني نقدر نقولوا أشداء على الكفار رحماء بينهم. فيما معناه دولة القانون عندنا احنا لافافي باش تبع فينا من قبل لي طاد دروا، لي طاد دروا الى ريجيد، بصح كي يلقى آفات اجتماعية مثلا آفة المخدرات، مثلا آفة المثليين، مثلا آفة العنوسة عند الرجال والنساء، يلقى أمراض زي هذه يتعامل معها بطريقة علمية، يعني يخلق لها القانون. وش يجي؟ القاضي ما يحكمش، يجي يخلق ان كوميتي ادوك، يعني جوري فيها 15 واحد، صحيت فيه دي بسيكولوج اجتماعيين، رجال دين، اللي حبيت، اللي راحين يدرسوا المرض هذا ويمدوا لدولة القانون واش لقاو هما كوم كونكلوزيون، واش هما يقترحوا كحلول. Exactement, parce qu'ils obéissent les équipes, mais ils prennent en considération tous les paramètres. Bien sûr, bien sûr. Un ardois djibli, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Bravo de m'avoir appelé. D'ailleurs, je vais vous donner un téléphone ou un opérationnel, donc je vais vous donner un live, une joke, qui est une joke. Ah, j'étais pas sûr. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. مثلا انا قاضي، جابوا لي شاب احمد تيسي ولا جو ترازوي، انا جو سوي très bien تقدر تقدر excellent. انا يجيبوا لي ان جونوم شاب في عمره 20 سنه، يقدموه لي للمحكمه، يقولوا لي هذا تعدى بانكوتو يعني بموس على مواطن واحد اخر. أنا كقاضي نشوف بون من ناحية الأهلية، يعني لا ماتوريتي، إلي كوندانابل، إلي ماجور، هكذا صح. دونك أنا القاضي نشوف القوانين، قال تعدي بسلاح أبيض إكسيتيرا تحت تأثير مخدرات، دونك نقصلو شوية، قال يدير عام. هذا القاضي، القاضي يحكم بالقانون. بصح نيجي أنا المشرع، مانيش القاضي، أنا البرلماني اللي يشرع القوانين. لما نلقى المشرع سيكوا مشرع لو ليجيسلاتور، لما نيجي أنا اون طونك ليجيسلاتور نلقى باللي جابوا لي معطيات باللي في بلادي في الجزائر الحبيبة عندي 200,000 تعدي بالسلاح الأبيض. هنا نقول حبسوا، كاينة حاجة مش منطقية، لازم ندرسوا هاد، يفو كون اتيدي سو فينومين سوسيال. علاش عندي أنا 100,000 جون هازين موس في جيبهم؟ صح. صافي دير كو الشعب نتاعي حس بعدم الأمان، واحد عنده إحساس بالأمان ما يخرجش بموس في جيبه.
بيان سور ما ينا با يعني ما عندوش على واش يسمع سلاح ابيض صحيت ما كانش علاش صح مادام الشعب تاعي انا الاولاد تاعي انا لي جون تاعي انا حاسين بعدم الامان ويهزوا الماس سي كي ان بروبليم لازم نحلو سي كي ان بروبليم هذا اسمعوا الدول هكذا تمشي نشوفوا واش صرا ندرسوه ونحطوا له حلول باش ما يوليش يعني أنا اسمع فيك أنا اسمع فيك. سير ياسر. ياسر. أحسن أحمد يا وزير باري أو مام طن. أتون أنظر لا بارا سي أحمد بوعكاز تفضل سي أحمد. De couteau, de d'arme blanche. Tu peux aussi chercher en tant que juge de dire mais il y a quelque chose qui se passe. Mais. Ahmed, justement, le juge, parce que c'est répertorié les affaires hado. Il est là où le législateur, chkoun, c'est le Parlement. Non, mais c'est le juge qui prévient le législateur au Parlement. Le juge, il envoie des notes. Eh. Bark. Tout à fait. Le législateur. Eh ben, ينظر في الموضوع العام كيما اكزاكتومون كيما مثلا نمدو ان اكزامبل علي سامحوني الجزائريين والجزائريات اسمح لي اي معليش الطلاق موضوع الطلاق لانه قضيه خاصه انا مثلا غدوه القضاه ولا المحكمه عندي سكون ابل لانستيتو ناسيونال دي ستاتستيك لو ان اس تقول لي عندي 2 مليون دو مارياج بار ان وعندي 1 مليون 500 ميل دو ديفورس اكتبها فيا جنوم وي 75% دو ديفورس بار رابور لو طو تاع مارياج دو إيه؟ انا 1 مليون 5 انا كمشرع كم ليجيسلاتور ولا انا كدوله دونك فازون بارتي دو ليكزيكوتيف علاش عندي انا اوتون دو ديفورس علاش عندي الطلاق بزاف انا الدوله تاعي تمشي بالاسره تمشي بالاطفال اللي يخرجوا من الاسره علاش عندي الطلاق من بعد كي نديروا دراسه للطلاق نلقاو قضايا اجتماعيه قضايا اقتصاديه قضايا ماليه قضايا سكنه قضية شهرية قضية خلصة قضية المرأة ما تخدمش المرأة تخدم دونك هنا واش نديرو نقومو بمعالجة الأسباب الكارثية معناتها نعالجو أسباب الطلاق باش ما يكونش عندي طلاق أنا نبغي يكون عندي 2 ملايين زواج في العام وما عنديش 0 طلاق لأنه طلاق يعتبر أزمة مادام كاين اطفال ازمه بلس وعندي اطفال غدوه كو جو دوفري جيري باش نخليهم مواطنين صالحين لازم اب وام ومجتمع ضامن للحقوق صح هو لو باش نضمنوا لهم يقعدوا لي كوبل مع بعضهم ويربيوا الاولاد لازم نضمنوا لهم الرفاهيه وهذا سا سا دوموند اون ديسيزيون بوليتيك كي سوا برافو يعني قرار سياسي يكون صائب ويكون حكيم نو سا دوموند با اون ديسيزيون بوليتيك تعرف سكو سا دوموند سا دوموند واحد كيما تنحطو في منصب مسؤوليه شكون من هو انت سا دوموند واحد كيما تنحطو في منصب مسؤوليه ان شاء الله الياس انا عارف والله عليك توت لا مي دي موند ولا ان شاء الله مي اون في دي كالكول اون في دي ماشي دي كالكول اسمع مسؤوليه اي تكليف ماشي تشريف يعني واحد قادر يسير مواضيع ويتفهم مواضيع وينقد مواقف نحطوه في المسؤوليه نعطيك انا نهضر قدامك وقدام سي احمد بوعكاز اللي هو صاحبي وخويا نقولها قدام الكل صاحبي وخويا والله كون يقول لي غدوه او دابح مليون صاحبي وخويا نموت معاه صح